مرحبا بكم، أنا اسمي نور زكريا بن عمر. أنا أقطن بالبلاد التونسية وأنتمي إلى ولاية نابل، تحديدا في دار شعبان الفهري، وقد شاركت بمسابقة رمضان بنكهة بلدي العربي. ولهذا الغرض أود اليوم أن أعرفكم عن نابل وعاداتها وتقاليدها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. اشتهرت ولاية نابل بصناعة الفخار ذو النوع الرفيع وزركشته من قبل أمهر عمال وأتقنه. بولاية نابل أو ما يسمى بالوطن القبلي تعتبر الهريسة من أهم المنتجات الغذائية، فإن ألذ الأطباق وأشهاها تعتمد بالأساس على مكون وهو الهريسة. حقا إن الحديث عن المنتوجات الغذائية والأواني الفخارية يذكرني بشهر رمضان الكريم. يعتقد أغلب الناس أن شهر رمضان هو شهر الشهوات، ولكن هو مبني أساسا على العبادة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلا سكان منطقتنا ينتظرون شهر رمضان الفضيل بفارغ الصبر، وكذلك أنا، فقد اشتهرنا بجونا العريق الأصيل. ككل المتسكنين قبل حلول شهر رمضان الفضيل ببضعة أيام، ذهبنا أنا وأمي إلى الأسواق لاقتناء اللوازم الضرورية. الآن سأروي لكم كيف قضيت أول يوم من شهر رمضان الفضيل. ككل يوم لقد استيقظت باكرا من فراشي، وبعد ذلك تأهبت مثل عادتي للذهاب إلى مدرستي، ومضيت هنالك وقتا صعبا فتتالت ساعات طويلة رغم قصرها، ثم عدت إلى مدرستي. حتما لم يبقى متسع من الوقت على موعد آذان صلاة المغرب، لهذا قمت بتحضير تحليات تونسية وهي تدعى الكورديانا، وهي من آلات التحليات حسب رأيي. وبعد كتفها قليلا في الثلاجة ساعدت أمي على آليب الطاولة، ذلك قبل الأذان بضع دقائق. وكما ترون لقد تلك الطاولة بحلتها المزركشة من كسكس والبريد والشربة والسلطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الزلابية والمخارق. ومن الغد حتى نستفتح شهر رمضان الفضيل بأحسن ما يكون الوجه، عزمت أنا وصديقتي العزيزة على القيام بعمل تطوعي. كخطوة أولى لقد جمعنا أنا وصديقتي مبلغا وفيرا من المال لكي نقتني المستلزمات الضرورية. والآن ها نحن ذا في المغادة نقتني بعض المواد الغذائية. فعلا لقد عانينا كثيرا ونحن نحمل تلك المستلزمات، ولكننا لم نتردد ابدا في جلبها الى جمعيتنا بالخير، فقد ذاع سيتها انها من افضل جمعيات لدى منطقة شعبان الفهري. ها نحن ذا نلتقط صور التذكارية مع مديرة الجمعية، وهذا كله ما اثار اعجابي. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-le écrit, car dans la nuit tout s'efface. وفي نهاية هذا الفيديو أريد أن أتقدم إلى جمعية تونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بأصدق عبارات الشكر على هذه المبادرة، وكذلك أشكر معلمة سهام السرعب التي قامت بالتعريف المسابقة في مدرستنا، وأتمنى أن يجمعنا رمضان مجددا في الخير والسعادة، وأن يظل بلدي العربي آمنا مستقرا. إلى اللقاء.